السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه القراءة الصوتية المتواصلة لرواية الإخوة كارامازوف للروائي الروسي الشهير دوستويفسكي. الباب الثالث: الشهوانيون. الفصل الأول: في الخدمة. إن منزل فيودور بافلوفيتش رغم أنه بعيد جدا عن وسط المدينة فلم يكن مع ذلك في أقصى الضاحية. هو مبنى أميل إلى القدم لكنه حسن المظهر، طابق أرضي واحد ذو علية رمادي اللون يغطيه سقف من صفيح أحمر قد أحسن بناؤه، يضم خزائن مظلمة متعددة وأركانا منعزلة كثيرة وسلالم صغيرة تباغتك هنا وهناك، الفئران فيه كثيرة، ولكن فيودور بافلوفيتش لا يزعجه وجودها. حتى لقد كان يقول: إن المرأة لا يحس بالعزلة كثيرا في المساء إذا كان هنالك فئران. ذلك أنه تعود عند هبوط المساء أن يصرف خدمه الذين يسكنون في مبنى ملحق فيحبس نفسه في المنزل طيلة الليل. وكان ذلك المبنى الملحق وهو مبنى واسع متين يقع في الفناء، وهناك إنما كان فيودور بافلوفيتش قد أقام مطبخه. صحيح أن المبنى الرئيسي كان يضم مطبخه، غير أن فيودور بافلوفيتش كان يمقت روائح الطبخ، فكان يؤتى إليه بطعامه من المبنى الملحق عبر الفناء شتاء وصيفا على السواء. ويمكن أن نقول على وجه العموم إن هذا المنزل قد تصوره بانيه على أساس أن يضم أسرة كبيرة العدد، وكان يمكن أن يسكنه عدد من السادة والخدم يساوي 5 أضعاف العدد الذي يقيم فيه منهم الآن. ومع ذلك لم يكن يقطنه في الآونة التي جرت فيها حوادث هذه القصة إلا فيودور بافلوفيتش وإيفان فيودوروفيتش. ولم يكن الخدم الذين يعيشون في المبنى الملحق إلا 3: غريغوري العجوز وامرأته العجوز مارفا والخادم سمير دياكوف، وهو رجل ما يزال شابا. يحسن أن نذكر هنا بعض التفاصيل عن هؤلاء الخدم 3. الحق أن ليس هناك أشياء كثيرة نضيفها إلى ما سبق أن قلناه عن غريغوري فاسيليفيتش كوتوزوف الذي أسلفنا الكلام عليه قبل الآن بما فيه الكفاية. إنه رجل صلب العزيمة متشدد الرأي، يمضي إلى هدفه في عناد متى بدا له هذا الهدف حقيقة راسخة لا سبيل إلى جحودها، وذلك لأسباب كثيرا ما تدهشك قلة المنطق فيها. وفي وسعنا أن نقول عنه إنه رجل شريف نزيه، لقد ألحت عليه امرأته مارفا إجناتفنا رغم أنها كانت طوال حياتها خاضعة لإرادة زوجها خضوعا أعمى، ألحت عليه إلحاحا قويا، ولا سيما غداة تحرير الأقنان أن يترك فيودور بافلوفيتش فيسافر إلى موسكو فيفتتح هناك تجارة صغيرة. ولقد كان يملكان شيئا من المال ادخراه، ولكن غريغوري أيقن عندئذ يقينا نهائيا أن امرأته تقوده إلى الخطأ والضلال، لأن كل امرأة ناقصة عقل. وأضاف إلى ذلك قوله إنه لا يليق بهما أن يترك مولاهما القديم مهما تكن عيوبه، لأن ذلك هو الواجب الذي يقع على عاتقهما الآن. وسأل الرجل زوجته مارفا قائلا: هل تفهمين على الأقل ما يعني الواجب، وأن هناك واجبا لا يجوز التخلي عنه؟ فأجابته مارفا تقول جازمة: أنا أعرف ما معنى الواجب، ولكنني لا أفهم أبدا ما هو الواجب الذي يلزمنا بالبقاء هنا. فقال لها: سيان أن تفهمي وأن لا تفهمي، عليك بعد الآن أن تسكتي. وكذلك كان بقي غريغوري ومارفا، ولقد حدد لهما فيودور بافلوفيتش أجرا ليس بالأجر المرتفع طبعا، ولكنه كان يدفع لهما هذا الأجر في مواعيده بغير تأخير. وكان غريغوري يشعر من جهة أخرى أن له على مولاه نفوذا لا ينكر. كان غريغوري يحس ذلك، وكان على حق في إحساسه هذا. إن فيودور بافلوفيتش المهرج الماكر العنيد الذي يعرف كيف يكون صلبا في بعض شؤون الحياة على حد تعبيره، كان ضعيفا إلى أقصى درجات الضعف في شؤون أخرى من شؤون الحياة، وكان يعرف أنواع ضعفه، وكان لمعرفته به محاصرا بمخاوف شتى.
كان يرى أن على المرء في بعض شؤون الحياة أن تكون أذناه دائما بالمرصاد، وأن يستطيع الاعتماد على شخص موثوق تصبح الحياة بدونه صعبة جدا. وكان غريغوري شخصا موثوقا حقا، حتى لقد اتفق لفيودور بافلوفيتش مرانا أثناء حياته أن أوشك أن يضرب، وأن يضرب ضربا مبرحا يلحق به أذى شديدا. ولكن غريغوري كان ينقذه دائما من المأزق مع إزجاء النصح له بخطاب طويل وموعظة مستفيضة بعد كل مغامرة من تلك المغامرات، على أن الخوف من الضرب ما كان له أن يكفي وحده لإفقاد فيودور بافلوفيتش شجاعته في بعض الأحيان. إن هناك ظروفا أخطر من ذلك كثيرا، حالات دقيقة معقدة حين كان فيودور بافلوفيتش لا يستطيع هو نفسه تفسير حاجته المفاجئة القوية الصارمة إلى الإحساس بأن إلى جانبه شخصا قريبا منه مخلصا له. تلك حالات تشبه أن تكون مرضا، إنه هو الفاجر إلى أقصى حدود الفجور، والقاسي في شهوانيته قسوة حشرة رهيبة. كان يحس في بعض لحظات من السكر بنوع من خوف روحي وتضعضع معنوي يرهقانه جسميا إن صح التعبير، حتى لقد كان يصف ذلك أحيانا بقوله: يبدو لي في تلك اللحظات أن روحي تندفع خارجة فترفرف في حلقي. ففي تلك اللحظات إنما كان يحب أن يوجد على مقربة منه في المبنى الملحق على الأقل، إن لم يكن في غرفته نفسها، رجل موثوق مخلص، رجل يختلف عنه كل الاختلاف، رجل ليس فيه من الفجور والعهر شيء، لكنه رغم معرفته بأنواع استهتاره ورغم اطلاعه على أسراره يغفرها له من باب الإخلاص ولا يعارضه فيها ولا يلومه عليها خاصة، ولا يهدده بعقوبات مقبلة لا في هذا العالم ولا في العالم الآخر. رجل يمكن أن يحميه عند الحاجة. ممن يحميه؟ من إنسان مجهول، ولكنه رهيب خطير. كان لا بد له حتما أن يوجد على مقربة منه كائن آخر مألوف له معروف عنده منذ زمن طويل، يمكن أن يعده صديقا حتى يستطيع أن يناديه إليه في لحظة من كآبه، وأن يستدعيه لا لشيء إلا أن يرى وجهه، وربما بادله عندئذ بضع كلمات في أي موضوع من المواضيع. فإذا أظهر له هذا الرجل شيئا باللطف ولم يؤنبه أصبح حزنه أقل ثقلا في قلبه، وإذا تجهم له وقسى عليه ثقلت كآبته مزيدا من الثقل. حتى لقد كان يتفق لفيدور بافلوفيتش في النادر القليل على كل حال أن يذهب إلى غريغوري في المبنى الملحق فيوقظه من نومه ليلة ليطلب إليه أن يلحق به، وكان الخادم يجيء عندئذ إلى مولاه الذي يأخذ يجري معه حديثا تافها يدور على تفاصيل لا قيمة لها ولا شأن، ثم ما يلبث أن يصرفه مازحا وساخرا أحيانا. أما هو فيبصق ويعود إلى سريره فينام في هذه المرة نوما هادئا. ولقد مر فيودور بافلوفيتش بساعات كهذه الساعات عند وصول آليوشا إلى منزله. إن هذا الفتى قد طعن قلبه، لأنه يعيش معه ويرى كل شيء، ثم هو لا يدين شيئا من الأشياء. وأكثر من ذلك، إن آليوشا قد حمل إلى حياة أبيه عنصرا لا عهد للأب بمثله من قبل، هو أن آليوشا لم يحتقره هو العجوز البته، حتى لقد حنى عليه وشعر نحوه بعاطفة بسيطة تصدر عنه من تلقاء نفسها بغير افتعال، دون أن يكون أبوه جديرا بها. إن موقفا كهذا الموقف خليق بأن يثير دهشة العجوز المستهتر الذي كان يعيش بغير أسرة ويركض وراء النساء ولا يسعى إلا إلى الفواحش. ذلك موقف ما كان لهذا العجوز أن يتوقعه، وقد اعترف لنفسه بعد رحيل آليوشا أنه أدرك في ذاته أشياء لم يشأ أن يقبلها وأن يسلم بها قبل ذلك. سبق أن ذكرت في مطلع هذه القصة أن غريغوري كان يكره آديلا إيدا إيفانوفنا زوجة فيودور بافلوفيتش الأولى أم ابنه ديمتري، وأنه في مقابل ذلك كانت قد تعلق بزوجة فيودور بافلوفيتش الثانية صوفيا إيفانوفنا الكليكوشا، وتحيز لها ضد كل من مولاه نفسه ومن كل من يمكن أن تسول له نفسه أن يقول في حقها كلمة السوء عن خبث أو عن طيش. وقد استحالت هذه المودة التي محضها تلك المرأة التي محضها تلك المرأة في نفسه مع الزمن إلى عاطفة مقدسة بلغت من القوة أنه أصبح حتى بعد انقضاء 20 عاما على موتها لا يطيق أن يسمع من أي إنسان كائنا من كان
أي إشارة تسيء إلى المتوفى، فلو فعل أحد ذلك أمامه لهب يهاجم من هاجمها على الفور. وكان غريغوري في مظهره رجلا باردا رصينا قليل الكلام، فإذا تكلم تكلم عن دراية، شاعرا يوزن كل لفظ من ألفاظه ولا يلقي الكلام على عوارضه. وكان يستحيل عليك أن تعرف من النظرة الأولى أهو يحب امرأته الخاضعة الطيعة أم هو لا يحبها، ولكن الحقيقة هي أنه كان يحبها، وكانت هي تعرف ذلك طبعا. ولم تكن مارفا أغناتيفنا هذه بالمرأة الغبية، ولعلها كانت تملك من الذكاء أكثر مما كان يملك منه زوجها. ولقد كانت على كل حال أصدق منه حكما وأصوب منه رأيا في شؤون الحياة العملية، ومع ذلك خضعت له منذ أن تزوج، فلم تجحد سلطته عليها، وكانت تحترمه احتراما أعمى ما كان ينعم به من تفوق روحي. يجب أن نذكر أنهما كانا طوال حياتهما قلما يتبادلان الكلام، اللهم إلا فيما يتعلق بالمسائل التي لا مهرب منها من مسائل الحياة الجارية. لقد تعود غريغوري الوقور المهيب أن يفكر في أموره وهمومه وحده. قد بلغ من هذا أن امرأته أدركت نهائيا أنه في غير حاجة إلى نصائحها، وكانت تحس أن زوجها يخدر لها صمتها، وأنه يرى فيه دليلا على ذكائها. ولم يضربها في حياته إلا مرة واحدة، وكان ضربا خفيفا على كل حال. وإليكم كيف حدث هذا. أثناء السنة الأولى من زواج فيودور بافلوفيتش بأديلا إيدا إيفانوفنا، فإن نساء القرية وبناتها ولم يكن قد تحررن من القنانة في ذلك العهد اجتمعن ذات يوم في فناء منزل السادة يغنين ويرقصن. فبينما كانت الفلاحات تغني أغنية في المروج إذا بمارفا أغناتيفن التي كانت ما تزال في ريعان الشباب تندفع فجأة إلى أمام جوقة المغنيات، فتأخذ ترقص رقصة روسية بأسلوب خاص ليس هو الذي تعودت الفلاحات أن ترقصه، وإنما هو الذي تعلمته أيام كانت ما تزال تعمل خادمة في منزل أسرة ميوسوف الثرية. فكانت ترقص على المسرح الذي أقامته تلك الأسرة في أملاكها، والذي استدعت له من موسكو أستاذ باليه يعلم الرقص. رأى غريغوري زوجته تندفع في ذلك الرقص، فما أن عاد إلى البيت بعد ساعة حتى أدبها التأديب الذي تستحقه ويشدها من شعرها. تلك هي المرة الوحيدة التي ضرب فيها غريغوري امرأته، ثم لم يتجدد شيء من هذا في حياتهما بعد ذلك. ثم إن مارفا أغناتيفنا قد تابت منذ ذلك اليوم عن حبها هذا للرقص. لم يهب الرب للزوجين أولادا إلا واحدا لم يعش طويلا، ومع ذلك كان غريغوري يحب الأطفال ولا يخفي هذا الحب، أي إنه كان يجاهر به في غير خجل. فلما هربت أديلا إيدا إيفانوفنا احتضن الصغير ديمتري في فيودوروفيتش الذي لم يكن قد تجاوز الثالثة من عمره قرابة سنة، يعني به متوليا بنفسه تمشيط شعره وغسل جسمه. وفيما بعد اهتم أيضا بإيفان فيودوروفيتش وآليوشا، ونال صفعة لقاء ذلك وتلك. على كل حال تفاصيل سبق أن أتيت على ذكرها. أما ابنه هو فإنه لم يذق إلا فرحة انتظاره مدة حبل أمه به، حتى إذا ولد الطفل امتلأ قلب أبيه هولا وحزنا، ذلك أن الصبي قد جاء إلى هذا العالم بست أصابع في كل يد. وقد بلغ غريغوري يومئذ من الانصعاق أنه أصر على أن يصمت وما ينطق بحرف إلى حين التعميد فحسب، بل أصر على أن ينزوي في الحديقة طوال تلك المدة ليغرق في الصمت مزيدا من الإغراق. كان ذلك في الربيع، وقد قضى الرجل الأيام الثلاثة التي سبقت التعميد يعزق الأرض في بستان الخضار. فلما حل اليوم الثالث الذي سيحتفل فيه بتعميد الصبي كانت فكرة غريغوري قد اختمرت في رأسه، فهذا ويدخل على مسكن الخدم حيث اجتمع القس والمدعوون، وحيث جاء فيودور بافلوفيتش أخيرا ليكون الصبي عرابه. هذا ويدخل فيقول فجأة الأفضل أن لا يعمد الطفل البتة. لم يقل ذلك بقوة كبيرة، ولم يسترسل في الكلام، وإنما قاله هو لا يكاد ينطق بألفاظه واضحة، وقاله وهو يلقي على الكاهن نظرة قاتمة عنيدة. سأله الكاهن في دهشة ممزوجة بالمرح لماذا؟ فتمتم غريغوري يجيبه لأنه تنين. ماذا؟ أي تنين؟ صمت غريغوري بضع لحظات، ثم دمدم يقول مضطربا أشد الاضطراب،
ولكن وجهه كان يعبر عن الحزم، وكان واضحا أنه لا يريد أن يدخل في شروح أوسع. دمدم يقول: اختلط الأمر على الطبيعة. ضحك الحضور وتم تعميد الصبي المسكين. مع ذلك طبعا صلى غريغوري بحرارة وخشوع أمام جرن التعميد، ولكنه لم يغير رأيه في الوليد على أنه لم يخلق أي صعوبة بعد ذلك، وإنما اكتفى خلال الأسبوعين اللذين عاشهما الطفل الضعيف الهزيل بأن يصر على ألا يراه، متظاهرا بأنه يجهل وجوده، قاضيا أكثر وقته خارج مسكنه. ولكن حين مات الصبي بعد أسبوعين بمرض التهاب الفم، تولى هو نفسه إرقاده في تابوته الصغير وتأمله طويلا بحزن شديد. وحين أهيلت آخر مجرفة من التراب على الحفرة التي دفن فيها الصبي، وهي حفرة لم تكن عميقة، جث على ركبتيه وحي القبر منحنيا على حتى الأرض. ومنذ ذلك اليوم خلال سنين طويلة لم يأتي غريغوري على ذكر هذا الصبي مرة واحدة، كما أن مارفا إغناتيفنا لم تذكره بحضور زوجها في يوم من الأيام. فإذا اتفق لها أن تكلمت مع أحد عن صغيرها، تكلمت هامسة همسا حتى في غياب غريغوري فاسيليفيتش. وفي رأي مارفا أغناتيفنا أن هذه الجنازة هي أصل الاهتمامات الدينية التي أصبحت تلاحظ عند غريغوري الذي انصرف منذ ذلك الحين إلى دراسة الأمور الإلهية، وينكب على قراءة كتاب سير الشهداء صامتا معتزلا في كثير من الأحيان، واضعا على عينيه لهذه المناسبة في كل مرة نظارتيه المستديرتين الكبيرتين اللتين لهما إطار من الفضة. كان يندر أن يقرأ غريغوري في هذا الكتاب جهرا إلا في أيام الصيام الكبير، وكان يحب أن يقرأ سفر أيوب خاصة، كما استطاع أن يحصل من مكان ما على كتاب يضم أفكار ومواعيد أبينا حبيب الله إسحاق السوري، فكان لا يعني يقرأ هذا الكتاب ويعيد قراءته سنين طويلة دون أن يفهم منه شيئا تقريبا، ولكن لعل هذا بعينه هو ما كان يجعله يحب هذا الكتاب ويقدره مزيدا من التقدير. وقد عانى في الآونة الأخيرة بآراء ملة الخليستيس، فدرس عن كثب هذه الحركة التي التقى ببعض المنضمين إليها في القرى المجاورة، فاهتزت نفسه من ذلك اهتزازا واضحا، ولكنه رأى أن الانضمام إلى العقائد الجديدة ليس بالأمر المستحسن، وطبيعي أن العكوف على الأمور الإلهية قد أضفى على تعبير وجهه مزيدا من الرصانة والوقار. لعل غريغوري كان ميالا إلى الصوفية، وهذا حادث من أغرب ما يمكن أن يقع من حوادث، حادث لم يكن في الحسبان قط، يحدث كأنما على عمد. في تلك الآونة نفسها التي شهدت ميلاد ابن هيدي الأصابع الست وشهدت موته السريع، هو حادث خلف في نفسه كما أعرب عنه ونفسه ذات مرة فيما بعد أثرا لا يندثر. إليكم ماذا حدث. في الليلة التي أعقبت دفن الصبي الصغير، استيقظت مارفا إغناتيفنا فجأة على شعور بأنها تسمع بكاء يشبه بكاء رضيع. ذعرت مارفا إغناتيفنا فأيقظت زوجها، وأصاح الرجل بسمعه فقال إن الأصوات التي يسمعها هي أصوات أنين، كأنه أنين امرأة. ونهض فارتدى ملابسه. هي ليلة حلوة من ليالي شهر مايو. خرج غريغوري إلى درج المدخل فأدرك إدراكا واضحا أن أصوات الشكوى كانت آتية من جهة الحديقة، ولكن الحديقة تغلق في الليل من جهة الفناء بقفل قوي، وليس يمكن الدخول إليها من ممر آخر لأنها محاطة بسياج عالي متين. عاد غريغوري إلى بيته فأشعل سراجا وتناول المفتاح واتجه نحو الحديقة دون أن ينطق بكلمة واحدة، غير عابئ بذعر امرأته الهستيري التي أكدت أنها تسمع سماعا واضحا أصوات بكاء طفل رضيع، وأن هذه الأصوات لا يمكن أن تكون إلا أصوات ابنها يبكي ويناديها هذا النداء. وأدرك غريغوري عندئذ أن أصوات الشكوى آتية من الحمام المقام في الحديقة على مقربة من الباب الحديدي، وأنها أنات امرأة ما في ذلك ريب. فلما فتح الحمام جمد في مكانه دهشة من المنظر الذي رآه. إن معتوهة المدينة التي تجوب الشوارع كل يوم والتي يعرفها سكان مدينتنا حق المعرفة، وقد أطلقوا عليها لقب ليزافيتا سميردياشايا، قد تسللت إلى الحمام فولدت هناك ولدا، وكان الصغير راكضا قرب أمه التي تحتضر. لم تنطق المعتوهة بكلمة واحدة لسبب بسيط، هو أنها لا تعرف أن تتكلم.
يحسن مع ذلك أن نوضح هذا كله على حدة، فنتحدث عن هذه المرأة بمزيد من التفصيل. الفصل الثاني ليزافيتا سيميردياشايا. بث هذا الحادث في قلب غريغوري اضطرابا عميقا، وذلك بسبب تفاصيل ذكره هذا الحادث بها، وعزز في نفسه شبهة أليمة مقززة كانت قد ساورته من قبل. ليزافيتا سيميردياشايا بنت قصيرة القامة جدا، لا يزيد طولها كثيرا عن ذراعين، كما أصبح يحلو لعجائز النسوة التقيات في مدينتنا بعد موتها أن يقلن. وكان وجه هذه المرأة الشابة التي تبلغ 20 من العمر معافا عريضا موردا، ولكنه يفصح عن العته والبلاهة إفصاحا تاما. إن نظرتها جامدة، وهي نظرة رغم هدوئها تشتمل على شيء يؤلم النفس. وكانت تسير حافية القدمين منذ ولدت، في الشتاء وفي الصيف لا يستر جسمها إلا قميص من قماش القنب، وكان شعرها الأسود تقريبا الكثيف جدا المتجعد كأنه جزائر شاه يتكوم على رأسها كطاقية ضخمة، وهو عدا ذلك ملطخ دائما زاخر بالتراب وأوراق الأشجار والغصينات والنشارات. أنها اعتادت أن تنام على الأرض في الغبار والوحل، وكان أبوها إيليا هو رجل برجوازي مفلس مريض لا مأوى له، قد أدمن الشراب وأصبح منذ عدة سنين يعيش في دار رجل من أهل مدينتنا بمثابة عامل. أما أم إليزافيتا فكانت قد ماتت منذ زمن طويل، وكان إيليا المريض الشرس يضرب إليزافيتا ضربا مبرحا بلا رحمة ولا شفقة إذا هي جاءت إلى الدار، على أن إليزافيتا كانت لا تجيء إلى الدار إلا نادرا، لأن جميع سكان المدينة كانوا يحسنون وفادتها من حيث هي امرأة مجذوبة يحبها الرب. وقد حاول سادة إيليا كما حاول إيليا نفسه أيضا، وكما حاول عدد كبير من المحسنين في مدينتنا ولا سيما رجال ونساء ممن يمارسون التجارة، حاولوا مرارا أن يكسوا ليزافيتا مما هو أقرب إلى الحشمة من قميص القنب وحده، فكانوا يدترونها كل عام في أوائل أيام البرد بمعطف من جلد الخروف، وكانوا يلبسون قدميها حذاءين، فكانت ليزافيتا تدعو لهم أن يفعلوا بها ذلك طائعة بغير احتجاج، ولكنها ما تلبث أن تبتعد عنهم وتمضي إلى مكان ما بالمدينة، وفناء الكاتدرائية في أغلب الأحيان، فتخلع عن جسمها جميع الثياب اللفعة والتنورة والمعطف والحذاءين فتدعها هنالك، ثم تمضي كما كانت حافية القدمين لا يستر جسمها إلا قميص. وقد حدث مرة أن حاكم إقليمنا الجديد مر بمدينتنا في جولة تفتيشية، فلما رأى ليزافيتا هذه صدم منظرها أفضل عواطفه، ورغم أنه أدرك أن المرأة هي بوروديفايا وقد ذكر له ذلك فورا، على كل حال فقد أصر على أن منظر الفتاة الشابة تجوب الشوارع بقميص شيء يؤدي الأخلاق العامة، وأمر بوضع حد لهذه الفوضى. ولكن الحاكم انصرف من المدينة، فلم يهتم أحد بعد انصرافه بليزافيتا، وتركت تعيش كما كانت تعيش. ومات أبوها أخيرا، فأصبحت يتيمة لا أب لها ولا أم، فكان من شأن ذلك أن جعلها أقرب إلى قلوب التقاه من سكان مدينتنا وأحب إلى نفوسهم، بل يبدو أن جميع الناس كانوا يحبونها حبا صادقا، حتى الصغار الذين كانوا يمتنعون عن مشاكستها ويعفون عن تنكيرها، مع أن الأطفال في مدينتنا ولا سيما أطفال المدارس كانوا فئة عدوانية متحرشة مشاجرة. كانت ليزافيتا تدخل بيوتا لا تعرفها، ما يخطر ببال أحد أن يطردها، بالعكس كان كل واحد يسرع إلى تدليلها ويعطيها كوبيكا. كانت تأخذ هذه الأعطيات الصغيرة من النقود، ولكنها ما تلبث أن تلقيها في صندوق الصدقات بكنيسة من الكنائس أو سجن من السجون، فإذا أعطاها أحد في السوق رغيفا من أرغفة الخبز الطرية الصغيرة لم يفوتها أن تهبه لأول طفل تلقاه في طريقها، أو هي تستوقف في الشارع سيدة من أغنى سيدات مدينتنا فتعطيها الرغيف فتقبله السيدة منها فرحة. كانت لا تريد أن تتغذى إلا بخبز أسود وماء، وكانت في بعض الأحيان تدخل دكانا من الدكاكين الحافلة بأجمل المعروضات فتجلس فيه، إن كل شيء في متناول يدها، البضاعة الثمينة والمال الوفير، ولكن أصحاب المتاجر لا يخطر ببالهم أن يراقبوها لثقتهم بأنها لن تسرق شيئا في يوم من الأيام، ولن تمتد يدها إلى كوبيك واحد ولو صفت أمامها ألوف الروبلات ثم نسيت، وقلما كانت ترى في الكنيسة.
ولكن كان يحلو لها أن تقضي ليالي بأسرها متضشعة في فناء معبد من المعابد. حين لا تتسلل إلى بستان من بساتين الخضار من خلال السياج، ما تزال الأسيجة التي تقوم مقام الحواجز الكثيرة في منطقتنا. وكانت تذهب إلى الدار، أعني دار أسياد أبيها المتوفى، مرة في الأسبوع تقريبا أثناء الصيف وفي جميع الأيام أثناء الشتاء، ولكنها لا تذهب إلى هناك إلا لقضاء الليل، فهي تلود عندئذ في المدخل أو تقبع في حظيرة الماشية، والناس يستغربون كيف تستطيع ليزافيتا أن تتحمل هذا النوع من الحياة، ولكنها كانت تعودت على ذلك، وهي رغم ضآلة جسمها قوية البنية جدا. صحيح أن بعض الأشخاص من فئة السادة والنبلاء في مدينتنا كانوا يؤكدون أن ليزافيتا إنما تتصرف هذا التصرف من باب الكبر، ولكن هذا التفسير يصعب على المرء أن يصدقه، لأن هذه الفتاة كانت لا تعرف حتى الكلام، هي لا تزيد على أن تحرك لسانها من حين إلى حين بأصوات مبهمة لا تبين، فهل يمكن الحديث بصددها عن كبر؟ ففي ذات ليلة من ليالي شهر شتنبر، وقد حدث هذا منذ زمن بعيد جدا، ليلة مضيئة دافئة يغمرها القمر البدر بنوره، كانت عصبة فرحة مرحة من اللاهين العابثين في مدينتنا عائدين من النادي إلى بيوتهم بعد إفراط في الشراب والطعام عبر أفنية الدور الخلفية. كان الوقت ساعة متأخرة من الليل بالنسبة إلى عاداتنا، وكانت العصبة 5 رفاق أو 6. إن الشارع الصغير الذي يجتازونه الآن محفوف بسياج من الجهتين، ووراء السياج تمتد بساتين الخضار في المنازل المطلة على الشارع، والشارع يفضي إلى القناطر الضيقة الممدودة عرضا على غديرنا الطويل الآسن الذي اعتاد الناس أن يسموه في بعض الأحيان نهرا. وإن العصبة لا تسير فيما كانت إليزافيتا على حين فجأة نائمة قرب السياج من بين نباتات القراص والأرقاطيون. توقف العابثون القاصفون يضحكون لهذا المشهد في قهقهة مجلجلة مدوية، وأخذوا يطلقون الأمازيح البذيئة في غير حياء. فجأة خطرت ببال أحدهم فكرة عجيبة، يعني يطرح سؤالا من طبيعة خاصة جدا، فقال: هل يمكن لأي إنسان أن يرى في هذه البهيمة امرأة في هذه اللحظة نفسها مثلا إلى آخره؟ فضج الجميع يظهرون بدون اشمئزازا متكبرا وفورا مستعليا، مؤكدين أن ذلك غير وارد. ولكن فيودور بافلوفيتش الذي كان أحد أفراد العصبة تقدم فورا فقال إنه بالعكس، ذلك شيء يمكن فعله جدا، وإن في وسع المرء تماما أن يعد هذه المخلوقة امرأة، بل وإن ذلك قد يكون فيه كثير من الإطارة اللذيذة إلى آخره. يجب أن نذكر أن فيودور بافلوفيتش كان في ذلك الأوان يغالي في إبراز دور المهرج الذي يمثله، ويسعى إلى انتهاز جميع المناسبات التي يتاح له فيها أن يلمع نجمه في هذا المجال، وأن يسلي السادة وأن يضحكهم على قدم المساواة بينه وبينهم في الظاهر، ولكن بروح العبودية الدنيئة لهم في الحقيقة الأمر. وقد حدث هذا في الآونة التي كان قد تلقى فيها من بيترسبورغ نبأ وفاة امرأته أديلا إيفانوفنا، فكان قد وشح قبعته بشرط أسود يسترسل في السكر ويرتكب من الأعمال الفجرة ما كان يثير الإشمئزاز ويبعث الإحساس بالفضيحة في نفوس كثير من الناس، حتى أشدهم انحلالا وأكثرهم دعارة. طفقت العصبة الفرحة تضحك طبعا لهذا التصريح الذي لم يكن في الحسبان، وقد مضى أحد العابثين إلى حد تشجيع فيودور بافلوفيتش أن يفعل، ولكن الآخرين أكدوا اشمئزازهم بقوة متزايدة، وإن فعلوا ذلك بمرح ما ينفك ويشتد قوة. وأخيرا تابع الجميع طريقهم، وقد حلف فيودور بافلوفيتش فيما بعد أنه انصرف مع الجماعة في وقت واحد، وقد يكون ما قاله صحيحا، فإن أحدا لم يعرف حقيقة الأمر، لا ولن يعرفها أحد يوما على وجه اليقين، غير أن ما حدث هو أن المدينة كلها أصبحت بعد 5 أشهر أو 6 لا تتحدث إلا عن ليزافيتا التي صار واضحا أنها حبلى، وأن المدينة تتحدث عن هذا الأمر باستياء صادق واستنكار عميق، وأن السؤال الذي تلقيه جميع الشفاه هو هذا السؤال: من الآثم؟ من الجاني؟ وفي تلك اللحظة إنما انتشرت في مدينتنا شائعة غريبة تقول إن الآثم ليس إلا فيودور بافلوفيتش نفسه. كيف ولدت هذه الشائعة؟ إن العصبة الفرحة التي كانت عائدة من النادي في تلك الليلة لم يبقى منها في مدينتنا إلا واحد، هو رجل مسن محترم جدا برتبة مستشار دولة، متزوج له بنتان كبيرتان، ومن المحقق تماما أنه لم يقصد شيئا حتى لو كان هناك شيء. أما اللاهون الآخرون بعد 5 تقريبا فكانوا قد بارحوا مدينتنا أثناء تلك المدة،
ومع ذلك كانت الشائعات تنصب على فيودور بافلوفيتش وتتهم اتهاما ملحا عنيدا. والحق أن فيودور بافلوفيتش لم يلقي كثير بال إلى هذه الشائعة، ولو قد سئل عن الأمر وما إذن لم تنه عن الرد على هؤلاء العامة من الباعة وعلى أولئك الصغار من سكان المدينة. لقد أصبح فيودور بافلوفيتش في ذلك الوقت متكبرا، فهو لا يصاحب إلا أنداده من الموظفين والسادة الذين كان يحلو لهم كثيرا أن يسليهم ويضحكهم. ولقد تحيز غريغوري لمولاه ودافع عنه بقوة وقتنا وهاجم تلك الأقاويل الكاذبة بكل ما أوتي من قوة، حتى لقد طفق يشتم الواشين بيقيم الأدلة حتى أقنع الكثيرين. كان غريغوري يؤكد قائلا بلهجة جازمة: إن هذه البنت السيئة هي وحدها المسؤولة، وإن الجاني لا يمكن أن يكون أحدا غير قاطع طريق كارب. بهذا الاسم كان يسمي مجرم خطر معروف جدا عندنا كارب. هرب في تلك الآونة من سجن الإقليم واختفى في مدينتنا. إن هذه البنت السيئة هي وحدها المسؤولة، وإن الجاني لا يمكن أن يكون أحدا غير قاطع طريق كارب. بهذا الاسم كان يسمى مجرم خطر معروف جدا عندنا هرب في تلك الآونة من سجن الإقليم واختبأ في مدينتنا. لقد بدا هذا الافتراض مقبولا، لأن الناس تذكرون مغامرات كارب هذا، ولم ينسوا أنه في تلك الليلة نفسها من ليالي الخريف قد حام في شوارع المدينة وسط على 3 مرة فنهبهم، على أن هذا الحادث وما أثاره من ثرثارات كثيرة لم يحرم المجذوبة المسكينة من عطف الناس عليها. بالعكس، أصبح الجميع منذ ذلك الحين يهتمون بها مزيدا من الاهتمام ويرعونها مزيدا من الرعاية، حتى إن التاجر كوندارتيفا وهي أرملة ثرية قد قررت في نهاية شهر أبريل أن تضم الشقية إلى منزلها وأن تحتفظ بها عندها إلى أن تضع طفلها. وقد روقبت ليزافيتا بيقظة شديدة، ولكنها رغم المراقبة المستمرة استطاعت في آخر يوم أن تهرب في المساء من عند السيدة كوندراتيفا لتلوذ بحديقة فيودور بافلوفيتش. أما كيف استطاعت وهي في حالتها تلك أن تجتاز الحاجز العالي المتين، فتلك مسألة ظلت بغير حل إلى حد ما. فبعضهم يزعم أن هناك أناسا نقلوها إلى هناك نقلة، وبعضهم يذهب إلى أن قوى خفية سرية قد عانت على اجتياز الحاجز، وغلب الظن أن الأمر قد تم على نحو طبيعي تماما ولو بمهارة عظيمة. إن ليزافيتا ماهرة في تسلق الأشجة والتسلل إلى بساتين الخضار من أجل النوم هناك. لا بد أنها تسلقت سور حديقة فيتور بافلوفيتش، ثم قفزت إلى الحديقة رغم حملها فآذت نفسها بذلك طبعا. هرع غريغوري إلى مارفا أغناتيفنا فكلفها بأن تمضي إلى ليزافيتا لتعنى بها، بينما ذهب هو يبحث عن قابلة عجوز من أهل المدينة تسكن من حسن الحظ بالقرب من بيته. ولقد أمكن إنقاذ الطفل، أما الأم فقد فاضت روحها عند الفجر. وأخذ غريغوري الطفل فحمله إلى مسغنه وأجلس زوجته، فوضع الوليد على ركبتيها وأسنده إلى صدرها وقال لها: إن اليتيم ابن الله، فهو قريب جميع البشر، وهذا يصدق علينا نحن الاثنين أكثر مما يصدق على غيرنا. إن صغيرنا الميت هو الذي أرسله إلينا. إن هذا الطفل قد ولد من أم صالحة وشيطان رجيم، فأطعميه ولا تبكي بعد الآن. هكذا تولت مارفا إغناطيفنا تربية الصغير، وقد عمد وسمي بافل. أما الاسم الأبوي الذي كان يجب أن يسمى به فقد تم الإجماع بغير كلام أو إعاز على أن يكون اسم فيدوروفيتش، ولم يعترض فيودور بافلوفيتش على اعتراض ذلك، حتى لقد وجد الأمر مسليا، ولكنه ظل فيما عدا ذلك ينكر إنكارا قاطعا أنه هو الفاعل. وأعجب أهل المدينة باحتضانه للقط، واختار فيودور بافلوفيتش فيما بعد للصبي اسم أسرة، فأسماه سميردياكوف مشتقا من لقب أمه ليزافيتا سميردياشايا. إن سميردياكوف هذا هو الذي أصبح فيما بعد الخادم الثاني لفيودور بافلوفيتش، وكان يعيش في بداية هذه القصة بالمبنى الملحق الذي يقيم فيه العجوزان غريغوري وماربا. وقد جعل سميردياكوف طباخا. قد يكون ضروريا أن أتحدث عن سميردياكوف هذا بمزيد من الإفاضة، ولكنني أشعر بوخز في ضميري إذا أنا صرفت انتباه القراء مدة طويلة للحديث عن خدم مبتذلين. فأنا ذا أعود إلى سرد قصتي، آملا أن تعرض لي من تلقاء نفسها فرصة الكلام مرة أخرى عن سميردياكوف في باقي الرواية. ثالثا، الفصل الثالث: اعتراف قلب حار شعرا. حين تلقى أليوشا الأمر الذي أصدره إليه أبوه صائحا من عربته عند مغادرته الدير،
لبث جامدا في مكانه مدة من الوقت، وقد استبدت به حيرة شديدة على أن أليوشا لم يكن جامدا كتمثال، فذلك لم يحدث له أبدا، وبالعكس لقد استطاع رغم الخواطر التي هزت نفسه وبثت فيها الاضطراب أن ينزل إلى مطبخ كبير الرهبان فيسأل عما قام به أبوه من أعمال في غرفة الطعام، ثم مضى في طريقه إلى المدينة آملا أن يهتدي أثناء الطريق إلى جواب عن الأسئلة التي كانت تدور في رأسه وتعذبه. ويجب أن أذكر فورا أن الأقوال التي صح بها أبوه والأمر الذي أصدره إليه بالعودة إلى المنزل مع وسادته وفراشه، إن ذلك كله لم يثر في نفس أليوشا شيئا من الخوف، فهو يدرك حق الإدراك أن هذا الأمر بالعودة إلى المنزل الذي ألقاه إليه أبوه بذلك الصوت القوي وتلك الصيحة المتعمدة إنما هو ثمرة دفاع عابر، بل هو نتيجة رغبته في الاستعراض والتأثير. وقد ذكره هذا بما حدث في مدينتنا منذ زمن قصير حين احتفل أحد سكانها بعيد شفيعه، فلما أسرف في الشراب غضب على حين فجأة غضبا شديدا واندفع دفاعا رهيبا، وذلك في منزله نفسه وبحضور ضيوفه، لأنه منع من أن يصب لنفسه مزيدا من الفودكا، فإذا هو يأخذ ويكسر الأطباق ويمزق ثيابه وثياب امرأته ويحطم الأثاث، ثم انتهى الأمر إلى أن أخذ يهشم الزجاج النووي، كل ذلك في سبيل الاستعراض والتأثير. فلا شك أن شيئا من هذا القبيل قد حدث لأبيه، وقد ثاب الرجل الذي احتفل بعيد شفيعه ثاب إلى رشده في الغد، وبكى طبعا على أطباقه وصحونه وأوانيه التي حطمها. كان أليوشا يعلم إذن أن أباه سيأذن له في الغداة أن يرجع إلى الدير، وربما أذن له بذلك قبل نهاية هذا النهار نفسه، ولقد كان واثقا على كل حال من أن أباه لن يحب يوما أن يحزنه. كان أليوشا مقتنعا بأنه ليس هناك أحد حتى في العالم كله يمكن أن يريد يوما ما أن يحزنه، وما من أحد يمكن أن يبلغ منه ذلك ولو أراد. تلك عند أليوشا بديهية واضحة وحقيقة ثابتة لا تقبل نقاشا، لذلك سار قدما إلى لا يتردد ولا يلوي على شيء لذلك سار قدما لا يتردد ولا يلوي على شيء. أما الخوف الذي كان يساوره في تلك اللحظة فهو خوف من نوع خاص يختلف عن ذلك كل الاختلاف، خوف يثقل عليه خاصة لأنه لا يستطيع هو نفسه أن يستبين طبيعته، إنه خوف من المرأة، بل هو خوف من مرأة بعينها هي كاترينا إيفانوفنا، تلك التي توسلت إليه بكثير من الإلحاح في البطاقة التي أرسلتها إليه مع السيدة خوخلاكوفا منذ بضع ساعات أن يجيء إليها من أجل أمر ما، إن رجاءها ذلك واضطراره إلى تلبية هذا الرجاء اضطرارا لا فكاك منه، إن ذلك كله قد ملأ نفسه منذ البداية بشعور غامض يعذبه وما ينفك ويتفاقم طوال ذلك الصباح شيئا بعد شيء حتى غدا ألما واخزا كاويا دون أن تستطيع كبته الأحداث التي تعاقبت بعد ذلك في الدير والمشاهد والوقائع التي تلاحقت في مسكن كبير الرهبان إلى آخره. وما سيجيبها به، فليس المرأة بوجه عام هي ما كان يخشاه فيها، فإنه إن تكون معرفته بالنساء قليلة ولا شك قد عاش طول الوقت في صحبة النساء وحدهن تقريبا منذ طفولته الأولى إلى حين دخوله الدير، وإنما هو خائف من هذه المرأة بعينها من كاترينا إيفانوفنا بذاتها، ولقد خاف منها منذ اللحظة الأولى التي رآها فيها، وهو مع ذلك لم يلقها إلا مرتين وربما ثلاثا، وبادلها بضع كلمات عرضا في مناسبة من المناسبات. إن الصورة التي بقيت في خياله منها هي صورة فتاة بارعة الجمال شديدة الكبرياء قوية السطوة، ومع ذلك فليس جمالها هو ما كان يعذبه، وإنما كان يعذبه شيء آخر لم يستطع له تعليله، كان جهله هذا يفاقم خوفه مزيدا من المفاقمة في تلك الساعة. لا شك أن هذه الفتاة تسعى إلى أنبل الأهداف، ذلك أمر يعرفه، إنها تحاول إنقاذ أخيه ديمتري الذي أذنب في حقها، وهي لا ترغب في ذلك ولا تتمنه إلا شهامة منها. ولكن أليوشا رغم ما في هذه العواطف من روعة ورفعة لا يملك إلا أن يمجدهما ولا يملك إلا أن ينصفهما، لم يستطع أن يتغلب على القشعريرة التي سالت في ظهره كلما ازداد اقترابا من منزل الفتاة. وقدر أليوشا أن أخاه إيفان الذي توثقت الصداقة الحميمة بينه وبين كاترينا إيفانوفنا قد لا يكون الآن عندها، لأنه لا بد أن يكون مع أبيه. أما ديمتري فإن أليوشا
وقدر أليوشا أن أخاه إيفان الذي توثقت الصداقة الحميمة بينه وبين كاترينا إيفانوفنا قد لا يكون الآن عندها، لأنه لا بد أن يكون مع أبيه. أما ديمتري فإن أليوشا أكبر ثقة بأنه لن يلقاه عندها أيضا، ويجوز سبب ذلك. معنى هذا أن الحديث بينه وبينها سيجري في خلوة. ألا ليته يستطيع على الأقل أن يرى أخاه ديمتري قبل هذا الحديث المحتوم؟ خطر ببال أليوشا أن يسرع إلى أخيه بوثبة ليراه. ترى أليس ممكنا أن يتناقش معه أولا دون أن يظهره على رسالتها طبعها؟ ولكن ديمتري يقيم في مكان بعيد، وأغلب الظن أنه ليس في منزله الآن. توقف أليوشا لحظة يفكر، ثم عزم أمره أخيرا. رسم على نفسه إشارة الصليب بحركة سريعة، ولم يلبث أن ابتسم بدون سبب ظاهر، ثم اتجه يسير بخطى حازمة نحو منزل السيدة الرهيبة. كان يعرف أين تقطن، ولكن الاتجاه إلى الشارع الكبير ثم عبور الميدان ثم إلى آخره، كل ذلك يجعل الطريق إليها طويلة. إن مدينتنا الصغيرة مبعثرة جدا، والمسافات فيها شاسعة كثيرة أكثر الأحيان. أضف إلى ذلك أن أباه كان ينتظره، فلعله لم ينسى الأمر الذي ألقاه إليه، وقد ينفد صبره وتعود إليه نزواته. ولذلك كان على أليوشا أن يسرع لكي يصل إلى هناك ويعود إلى هنا في الوقت المناسب. وقرر بعد تقليب الأمر على وجوهه المختلفة هذه أن يسلك الطرق المختصرة عبر الأفنية الخلفية. هو يعرف كل هذه الطرق المختلفة في مدينتنا كما يعرف راحة كفه. كان عليه أن يقطع الشوارع قطعا، فيمر بأرض بور ويجتاز في الأماكن شتى وسيجة تحيط بأملاك خاصة، ويعبر أفنية منازل أناس غرباء يعرفه كل واحد منهم ويحييه عند مروره. فعلى هذا النحو يبلغ الشارع الكبير بنصف الوقت الذي يحتاجه إليه ولو سلك السبيل العادي. فلما اتبع أليوشا هذا الطريق المختصر وجد نفسه في لحظة من اللحظات قريبا من منزل أبيه على حدود بستان متاخم لبستانه، تابع لمنزل صغير عتيق بال متهالك ليس له من النوافذ إلا أربع. إن صاحب هذا المنزل هو كما كان أليوشا يعرف ذلك امرأة متواضعة من سكان المدينة، عجوز بساق واحدة تسكن في المنزل مع ابنتها، وكانت ابنتها هذه قد عملت في الآونة الأخيرة بالعاصمة خادمة متحضرة لدى جنرالات في الغالب، ولكنها رجعت منذ ما يقرب من سنة بسبب مرض أمها. هي الآن تظهر في مدينتنا بأثواب أنيقة جدا، إلا أن العجوز وابنتها حلت بهما مع ذلك فاقة شديدة وعوز كبير، حتى لقد كانت تذهبان كل يوم إلى مطبخ فيودور بافلوفيتش من حيث هما جارتان تلتمسان شيئا من حساء وخبز تغدقه عليهما مارفا إغناتيفنا راضية مسرورة. ولكن الفتاة رغم أنها تقتات من البر والإحسان لم تقبل أن تبيع أي ثوب من أثوابها التي كان بينها ثوب سابغ الذيل. وكان أليوشا قد عرف هذه النقطة الأخيرة بمصادفة محضة من صديقه راكيتين الذي كان على علم بكل شيء في المدينة حتما، ثم لم يلبث أن نسيها طبعا. ولكنه وقد بلغ الآن حديقة هذه الجارة تذكر الذيل السابغ هذا على حين فجأة، فإذا هو يرفع رأسه بعد أن كان مطرقا إلى الأرض طوال المدة التي قضاها مفكرا متأملا أثناء سيره، وعندئذ إنما وقع له لقاء لم يكن في حسبانه قط. قد لمح أخاه ديمتري فيودوروفيتش وراء سياج الحديقة قاعدا على شيء من الأشياء مشائبا برأسه متجاوزا الحاجز بصدره، يومئ إليه بحركات عريضة من يده ويناديه مهيبا به بالإشارات أن يجيء إليه، متحاشيا أن يصرخ بل ومتجنبا أن يقول كلمة واحدة بصوت عالي مخافة أن يسمع. وهرع أليوشا إليه على الفور. من حسن الحظ أنك رفعت رأسك، وإلا لكنت اضطررت أن أصيح. كذلك همس يقول ديمتري فيودوروفيتش لأخيه مسرعا وقد بدا عليه فرح شديد برؤيته، ثم أضاف: تسلق من هنا، هيا أسرع، ما أروع أنك جئت، لقد كنت أفكر فيك. سر أليوشا هو نفسه سرورا عظيما أيضا رغم حيرته في كيفية اجتياز السياج، ولكن ميتيا رفعه من كوعه بيد قوية ليساعده على أن يقفز. شمر أليوشا ثوبه الرهباني، ثم إذا هو يصير في داخل الحديقة بوتبة كوتبة صبي صغير من سبية المدينة الذين يسيرون حفاة الأقدام. همس ميتيا يقول له بحماسة: والآن فلنسر. فسأله أليوشا بصوت هامس أيضا وهو ينظر إلى جميع الجهات، فرى أنهما وحيدان في الحديقة تماما. إلى أين؟ لم تكن الحديقة واسعة، ومع ذلك فإن المنزل الصغير الذي تملك العجوز وابنتها يبعد 50 خطوة على الأقل. نحن وحيدان، فلماذا تتكلم همسة؟ لماذا أتكلم همسة؟ لا يعلم إلا الشيطان وحده.
لماذا؟ هكذا صاح ديمتري فيودوروفيتش بأعلى صوته وتابع يقول: حقا فعلا، لماذا تكلمت همسة؟ انظر كيف تحلو الثقافات للطبيعة في بعض الأحيان. أنا موجود هنا سرا، ويجب أن أكون مكتوما. سأشرح لك هذا الأمر فيما بعد. إنني لشعوري بضرورة الحفاظ على السر أخذت أهمس بغباوة، مع ذلك لا داعي إليه البتة. هيا هيا إلى هناك، وحتى نصل إياك أن تقول كلمة واحدة. هل تعلم؟ وددت لو أقبلك. المجد للخالق في الخلق، المجد للخالق في نفسي. لقد كنت أردد هذين البيتين من الشعر هنا لحظة وصلت أنت. إن الحديقة التي تبلغ مساحتها قرابة هكتار كانت خالية من الأشجار إلا في محيطها على طول الأسوار الأربعة، وهي أشجار تفاح وقيقب وزيزفون وبتولة. أما وسط الحديقة فلم يكن فيه إلا مرج أعشاب يعطي في كل صيف عشرات الكيلوغرامات من العلف، وكانت وكانت صاحبة البيت تؤجر هذه الحديقة منذ مطلع الربيع ببضع روبلات. إذن أتوقف هنا وأكمل في الحلقة المقبلة.